45 ده طلعهم بقى قبل كده عشان تثبت لهم. طلعهم 45. ايوه احنا متاخد مننا 10 دقايق في اول ماتش. انت كده هتخم ودي فيردي اللي بتلعب خلي بالك. والله العظيم اول ماتش لعبنا 5 دقايق. هاي يا رجب ضاغط يا رجب. هاي هاي يا زيك يا جامد. والله واحدة بقى يا راجل. يا راجل. افرق يا احمد كنت شطها دي. لا كنت شطها. كنت شطها مش هتجيلنا تاني دي. ارجع يا في كورة انا شطها فيك انت جبتها برجلك ازاي نفسي اعرف. انا ما بقول انا كنت بعمل وش كده وبسيب رجلي. انت كنت عامل كده اصلا. الكورة دي الأولانية انا شطها فيك. ايوه. الكورة التانية بتاعتك عامل كده وراح جافر. اصد منين انا طيب؟ انا شفت كل انك عامل كده. ايه طيب؟ يلا يا عم مصطفى شوت يا عم مصطفى الجون فاضي الجون فاضي. بعيد عن الجون اهو. لاعب يلعب على الصفاره يا رجاله. هاي لو قلنا جون واحده مش عارف مين شاط فيها كوره الواد خليل ده صدتها بايدي كده وليها طرقعت بيه ايدي جزعت. لا يا عم ايه ما شاطش اصلا. هاي يا رجب خش خش اتنين معاك خش جون يا رهيمه دي جون يا رهيمه بيلن بيلن لف صدره لف صدره. خش حلوة حلوة يا رجب. هاي يلا شد يا مصطفى شجع يا مصطفى شجع ماشي 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 عدى طب عدى ازاي؟ كان بيسيبوه بيقولوا ايه ده راجع يا رجب. ولا اي ساعة يا عم. انا بحب الساعة. كيف؟ والله يا عم رجب في الرمى برضه. لا يا عم ده يجي. عليك يا رجب عليك. لا لا لا. على سنه ده والله ما شاء الله يا عم. هو بدر اللي معانا ده اسمه ايه بس؟ لعيب قوم بقى دي اسف. عندنا هنا اتنين احا في نفس الوقت. دي ما جاتش ازاي؟ قوم بقى بص يا قاعد اه بس ده جون اصلا بصراحه قد منه هو قد منه خلاص يا عم انا لازم اعملها كده هي مالهاش حل. عايز الكوتش لا تاني مش هلعب خالص ايش انت سكت هو خلي بالك واحده احنا نازلين انزل لا هي مش هندس لا 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 وهيضرب التاني شكل لا 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 مش لا 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 جوه يا كابتن ضربة جزاء يا كابتن ضربة جزاء يا كابتن جزاء ازاي جوه فوق يلا يا ريس كام يا عم خلينا نخلص من الحرف الكروي ده 40 انا اقول لهم احنا هنتسلم من 10 دقايق احنا والله ما لعبنا اصلا اول ماتش والله 5 دقايق وتاني ماتش لا ماشي ما
اول مصر نطلع عليه. بص اللي بيصد وخلاص بيقول لك ايه ثاني ماتش لما نزلت لنا بقى ثالث ماتش قلنا احنا خلاص احنا غلبناكم. قال ايه بس الكابتن انا لو كنتوا معلق خلاص زرار باي عم خالد عم رجب زيك على شاف جو ديله ثلاثة ديله ثلاثة يا حكم. ازاي دي مش عمرها ما هتيجي كده خلاص. هركنها في البعيدة. بص هركنها في البعيدة مش هتيجي يا عم. ده بص عاملين ازاي واقفين. ايوه شوف بقى دي فين اتنين واقفين. والله العظيم كنا بنلعب ساعة جامدة وحط واحد زي دي للصف. بس اللي ساعدوا ان الحيطه بعدت عن بعض حطها من الحيطه. اه لكن دول واقفين لحقهم في الارض. يا خلاص اطلع من هنا خلاص. يا خلي بالك سبب ان احنا مش عارفين نسخن ولا ولا انا معاك. لا سيدرو سيدرو على فكره سيدرو بابا سيدرو ما كانش فيه على فكره خالص. العب مو بقى مو والله ما كانش فيه. قول يا زيكا انا كمان عارف كمان عارف. وصفر صفر. لا ننسف. لا ما مسج. ايوه لو كسبنا اللي جايه. لا احنا وحدين كسبنا ماتشين. ماشي ما انتوا لحد دلوقتي كسبانين ماتشين بس الفريق ده كده كسبان ماتشين واحنا كسبانين ماتش. لو كسبنا الجاي يبقى ماتشين. طب ما نكسب الجاي هنكسبه. حلوه ثلاثة يا ابويا ثلاثة 43 يلا زيكا 3-0 3-0. اه والله يا راجل يلا بقى أربعة أربعة جون يا سيكا يا دي هايل حلو والله. ما عايز حد أربعة أربعة أربعين أهو لسه لسه. اصبر بقى يا عم لسه جيب جون حتى شرف يا أخي. جون بقى يا إيما. أيوه يا أخي صفى كده 3-1 3-1 ثلاثة ثلاثة ثلاثة. العبوا يا عم العب يا عم مش صعب النتيجة. لسه يا عم. ماشي ماشي يا عم. تقدر تقول آخر هجمة. يا زيكا معايا أحسن. 45 أبوي. تعبان يا مصطفى مصطفى وقت عشان لما جت فرقه معانا حلوه بتقول تعبان ده انا ربنا بيعاقبني ان بنزل مع فرقه محتاجه معجزه من عند ربنا. شكرا ده الماتش اللي فات قلت لي اوعى تعالى انت انزل اعمل فرق وحل انا ما عنديش فكره. ما انا جبت لكم هدف انتوا كنتوا عارفين تجيبوا جول يا مصطفى. ما هم ده ما بيتحركوش ولا انت طيب. انت كنت بتتحرك معاهم. اتحرك ايه ما هم اتحرك. انا بطلع قدام بلاقي نفسي الكوره قطع برجع ورا بلاقي الكوره. ايه طيب اللي بنشيله اللي بنشيله بيقول لك انا 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 نجم الجيل كل جيل انا انا ميسي كان عايزني بس خالتي قالت لي ما تروحش. لا بس بقول بقى يا واحد حاج الساعه الساعه يا اسطى هينزل على ايوه يا عم كنت طلع لي بقى كنت خلصت لكم انا الماتش. احنا معانا قفشه لعيب يا عم. بص هو كده شوف واحد حلو اهو خليك ده بيعمل كل حاجه ويجي يحس ان ميت. لا والله مين جول. طب بكره ما كملنا كلام مصطفى من زمان ولا من 9 Thank you.
ساعتين كاملين. ها انا كنت عايز احجز الخميس ده لا يا رامي ما حد ما بقى ولا من يا عمي عم انت من 8 ل 10 ما بيقول من 4 طب هو بيسوحك سوحك هتمشي معاه هو مش مهتم هو انت من النوع ده بتروح لا انا عشان حاجه ثانيه بالليل مكتوب يعني في القائمه حجوز بالليل انت شايف كل حاجه لا ربنا اثنين يا كابتن ولا تعبنا احنا لانه مشينا ده الثالث ده الثالث بتاعنا احنا لعبنا ماتشين خلي بالك انا بقى مصطفى برضه الفرقه ديت حلوه خليل ده حلو الفرقه اللي نزل ده الثالثه دي ما كنتش مالي اهو يا عم اصل انا بصوت ما حدش بيدافع اساسا لا بس شفت يا رنا مصطفى شوت طلعت الاسبوع ده لما رشا الجون لا بس عارفش جاب جون ملوش حل من الباك من بس لا 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 عذر بس عشان مصطفى مش سامع من صوته ليه يا عم عايزين نركز عايز يعبر نص لا انا سامعك بس عايز اللي انا جبته دوت الجون الاسبوع انا مش هجيب لا يا عفشه شفت فين انت جبته من هناك فين الحته لا يا راجل طب ايه والله مش مطبق انا هنا من هنا على فكره طب ده خلص انت لعبت انا من العمرانيه انا عايز مكشف العمرانيه مش كده بقى مش عارف انا اسمع ايه سيبك كده ايوه ليه على مسافه هم ببعض ده فين الحته دوت يا احمد فين الحته خدهم العب العب مش هو لاعب نخر الارض راس انا بتكلم مع عند نادي الشرقيه نادي الشرقيه مش 11 هو ملعب يعني بيلعب فيه 7 على الليفل دلوقتي 18 عارف رضا العظيم انت مش عايز تعمل شرقيه يا عم واحد من قدام الكاميرا للاسف انا مش عارف ناس ايوه مش هنا ده يا عم خاطر المرسيين ايوه لا فيش كوره ايوه يا احمد انا جبت جون من 3 اسابيع لوب مصطفى صوره من صوره على اليوتيوب ما عرفش ازاي ما خدش لايكات والله جايبه من نص الملعب لوب ملوش حل ما انت عارف لو كان احمد اتفرج عليه انا فاكر يا باشا من شهرين والله انا دي جايب 30 جون لوب مين والله درجه درجه بس كل اللي انت جبته ده احمد حلو انت جبته والله الشوطه اللي جت في كاس العالم انا الاسبوع اللي فات بقى جبت بالظبط في مصر وكام كام دي كان ما فيهاش حاجه حلو يا خليل حلو ما تنرفزش امسك فيه بقى قال ما فيهاش حاجه زي اعمل له ايه الحمد لله ده جاد من الاهلي
ومين اللي كسبان اصلا؟ مين اللي كسبان؟ مصطفى انت معاهم مسابقه الماتش الجاي. انت معاهم مكان. انزل يا باشا انا عايز انزل معاك عشان اوريك انا لعيب. هو انا بس محمود عشان انا شغال وانا اللي هخليك تجيب جوان. يلا تعالى معانا. انت فين والله؟ احنا عايزين نطلع واحد اهو. خلي بالك يا احمد انت ما كنتش شغالنا كلنا. هو انا الصراحه يا احمد اللي بحسب على كنت مظبوط شغالنا كلنا. خلي بالك عليه والله ما كنتش شغالنا كلنا. بقول لك ايه الصراحه طلع ايه؟ انا كنت هعطيها في مصلحته. لا هو علي بقول لك هو ده حوادث علي ده بقول لك انا الشبكه دي كانت حيطه انا كنت بتشمل شكرا للشكر الماتش ده اللي فات اللي هو يا عم ايوه ايوه انا الشبكه دي بقى راسي خلينا على جنب الشمال ثلاث اسابيع لا خبطنا خبطه يا ابراهيم في فضول عين عظمه مين مش احنا احنا بس عشان احنا مش صراحه كم كام بنلعب جيم ولا شيء نقعد مع واحد والله بالنسبه لهم هو بس عشان رفيع ولا مثلا بالله والله لو بيلعب جماعه مش ما عندوش مين هو بيصنع كوره في الدفاع هنا والله العظيم بص كم فيها 2-2 لو 14 و2 2 قول يعني نص ولا 29 اول الماتش حد مع سام شكله حتى مستوى ده مش المشكله ده المشكله لما جت لا مش مصابش المغادر الحمد لله بس فضل فضل اربع دقايق طب انا بس انا مش عارف مش انا جاهز انا جاهز يا باشا انا نجم الجيل وكل جيل حتى انا الماتش دوت لو حبست السبت ولا حاجه ان شاء الله لحد والله على حسب الملعب كده طب ماتش بكره عايزين نكسب بكره كل جيل ممكن عايزين نكسب احنا عندنا ما كان ايوه انت عارف انت لو هيقولوا عايزين نكسب انت بتطلع انا لا اطلع برضو هو انا بتطلع اهو يلا خلاص بص اي حد يجي على سكه ويشوطه ايوه ملوش صاحب انا نرفز انا ما بكسبش انت بتكسب الكاميرا اصلا الكاميرا بتثبت ربع ساعه بالظبط اوي فاضي كده يا طابوة الكوره دي بص بحبك فيش يا باشا مفيش الكلام سنة كام انا كبير 35 سنه بقول لك ايه يا عم 35 سنه يا عم انت خمس عليا لا بس انت لو فضلت كده يا عم انا سمعت لسه طب بذمتك في مسيرتك ليه ليه بتعمل ايه بدماغك ليه اللي هو عمله ده بره اصلا 91 انا بص بقى بصراحه انا عباس بس هرجع كان كانوا انضرب كده انت هتروح نص الملعب الثاني اللي هنا كسبان فريق جول اما جاي يتعادلوا هيتعادلوا هيتعادلوا انت فاهم يا ابن اللعيب تعادل ضربه جزاء تعادل والله مش
ده انا اكتر واحد رجعته فيه العب خدش حضرتك لسه خلصان وش يلا يلا اتشطعك حلوة حلوة يا راجل عشان انا بشر عادي بغلط لكن انا مش ملاك انت لعيب كوره انت حاجه ترجع لك انت راجل حريف انا على قد بقى في اللعبه اعمل ايه كابتن يا ولد يا ولد ايوه انا مش هستنى منك الا واحد هو يروح في حته ثانيه حلو الحمد لله لا بره 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 من نص الشبكه بره من نص الشبكه جون 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 يا عم انا عايز انزل جون انت شايفها يعني مش مكانها هو تعالى يا عم تعالى امسك كابتن سليم انا بدي الفلوس ماشي خد لك ساتر بقى يا راجل يا راجل هو لعبها العالي بس جامدة هو ده يا كابتن عشان الجو حر يا كابتن طب يعني هو الجو حر هي الاخطاء دي بقى اللي بتضيع المباراة سبا ده كرة لسه هنا يا واد يا خليل اديله بقى لحمة هيك يا ولد يا ولد يا ولد يا خليل انت عديت كويس كنت هتطها له لا لا انت بعد ما استنيت العب 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 مش عارف يتنقي الصعب ليه ابوك معاك وجمال معاك حلوة يا خليل يا حلوة العب العب يا ولد
حلو اللي وراك يا مجدي. هترجع طبعا على النص، هترجع على النص العب العب. لو عملها معاك المره الجايه مش هحسبها. كده كده يوسف كده بص كده. اما كده دي فين دي؟ ما اعرفش اقول انا غلطان. ورا ورا لا سريع هو قصير برضه. ارجع 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 انا قايل ارجع قايل ارجع يا كابتن اديله الكره كورنر. يا كابتن انا قايل ارجع. انذار يا عم خطاب انذار. ما تقفش على الحكم يا كابتن. تعالى يا كابتن ارجع ارجع تعالى 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 عليه. صح 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 خليك اسمع خليك خليك هشوت يا خلاص يا ولد. اسكت شو ده لسه خلاص. ايوه انت ما انا عارف ده انت لعيب انت ما كده لعيبه بتفرس. ارجعوا تاني عليهم عندهم كاكي. لا ما تري يا ولد يا ولد يا ولد. ايه حاجه في نص الجول احمس احمس والله يا سبحان الرزاق بصراحه. او الواد ده عايز 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 والله. لا 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 انت بتعمل حاجات بتفكرني بواحد ما بيعرفش يلعب وفاكر نفسه لعيب. ايه ده كنت هتتحسب على فكره. انت لعيب زي زيكو على فكره. تعال تعادل العب 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 تعادل تعادل ثلاثة دول كسبانين. يبقى دول يا كابتن انت يا لعيب اهدى نفسك عشان ما تردكش. طب بعد ما نخلص اعملها شو يا ولد. يلا فريد يسخن نفسه. والله فريق المجد حلو قوي ومش عارف وعيال صغيره. يا لهوي يا لهوي على روح يا علي حط رجل حط رجل يا احمد. يلا بقى يلا لوحدك لوحدك احمس. طب ارجع يا ماتش غريب فعلا. العب في صالحك. الماتش ده تحس ان في حاجه غلط وانا مش فاهمها. يا ولد يا مجد لا عيب برضه. حد يقول لمحمود ان فاضل دقيقه عشان محمود بيجي قبل اللعب ويقعد. حد يقول لمحمود انا بقول لك من قبل اللعب اهو.
انت الوحيد اللي بتحلف والله. جون جون خبطت في العرض اللي جون. طيب خلاص ده فاضل فاش احنا بنلعب بس يعني انا ما فيش ايوه هي لعبوا كوره بس عارف هو عامل حاجه انت من جوه هو عامل حاجه انت من الكاميرا بص يا اسطى وانت بتبص يا اسطى انا كانت هي غلطه انت لا لا انت انت طول الماتش انت طول الماتش يا اسطى لا بس والله ما بتبصليش اولاني يا كابتن عملت فين من غير ما تشوف انا وراك ولا مش وراك راحت علينا مين يا مصطفى انت يا اسطى من اول انا بسيط انا بسيط لا انت انت بتبص حلو انت بتبص حلو هي الفكره المبدا ان انت عايز تبصي جامده بس يبقى ارفع عينك قبل عشان احنا بنتحرك بسرعه جدا هو انت هو انت صحاب لا ولاد عم كلمش انا بتكلم ان انتوا بتتعاملوا مع بعض انتوا مع بعض مش مع بعض انتوا مش عندكم لا والله خالص انا عشان ما بقى شايف لعبنا ده بقى ننزل كل واحد في الفرقه اه والله اه جول يا ابن اللعيبه شوت اهو سيخن اهو اهو سيخن قال كل عينه يمكم المغرب خط على نفسك يا كابتن عشان بتلتحم معايا التحامات ناشفه الوقت الراجل ما رضيش يرفع عليك الباكورد انا قلت لك اهو انت سوري تسير على الله بس انت ماشي على كل صوت ركز 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 مع التليفون ما تبصناش ولا تبص الكام برضه انا لو انا اللي بصور لنفسي انا كنت انا بطلع فوق بس ليه تاكلين جيت فاول وضربه جزاء وانذار هو في خليل بيبارك علي ده لعيب قوي علي ده لعيب قوي لابس كمانيه اه لعيب قوي لعبنا انا وهو يا اسطى الساعه اللي فاتت يا ديني النبع الجمدان ارفع ايدك لا بس الفريق اللي هيكسب ماتشين مش هيقدر يلعب التالت هو المفروض يعملها كده زي ما كنا بنلعب في الزاويه اللي يكسب ماتشين يطلع والاثنين لعبت ثلاثه بالعافيه هو لعبت ثلاثه بالعافيه ثلاثه بالرابع ثلاثه رجنت هو انت كنت في الماتش اللي فات في الساعه اللي فاتت ايه كان حلو كنا بنلعب في الزاويه ساعات مش عارف هو اسمه فين يا اسطى انت كنت بتلعب معانا في الزاويه انا خايف لو انت دخلت اهو اهو لا هو كان بيلعب معانا في الزاويه معرفش اهو انت كنت بتلعب فين في الزاويه تعرف ملعب بيبو عابد وملعب الحظ الزاويه كلها بتاعتنا بس لا ده مظنش ان هو لا لا ايوه حصل مالي مش عايز يصور خلي عدى لعبت مع مين لا احنا بنلعب مع ناس ثانيه ما مش من هناك اصلا بص على الشوط هاي 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 مين اللي جابه؟ الفريق كله الفريق كله مين اللي جابه؟ لا 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 انا ما جبتش جوه ولا جبت جوه بص الكون ضاع وانت مش متصور انه يضيع كره سهله فمش متصور احنا احنا احسن حاجه عندنا التضييعات بقى مركز ما تقلقش بصور الكوره والله عشان هو هيطلع بس الفيديو هيعرف طب ما بص يا عم انت بتهددني انا ولا ايه؟ هند 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 العب العب كورتهم يا جدعان اخر ما اقول بهزر بهزر بس نقطه بس ودي
الراجل ده لو في كور لو خدها في كور يا اسطى لو كانت لبست في رجله فوق فوق كام موت حاجه على واحده بس حرام اي حد يتوقع سلقت على جسمي كابتن ده ديفندر جامد قوي لا يا راجل اللي قدام الكوره بس ما جتش الكوره في رجله بس عادي علي دخل طلع يجري معانا ما يعرفش منين رايح فين انا مش شاغل باله اصلا لا شوت عليا يا صوت انت جون جامد اه لما قال لي انت جون جامد انا ما بصيتش اصلا عليك ما بصيناش عليه ابا انت مش قلت على الراجل ده جون جامد جون مش هو هو ده اللي كان معانا لا مش هو اللي انا قصدي عليه يا بنات هو ده اللي نزل انا اللي كان هيشوف فيا حتى لو انتوا لو كنتوا هتبصوا لي الكره كنت هفتكروا هو خلاص اي انا كنت اللي هو مين اللي هيشوف عشان اعرف الوضع هم بيقولوا لي عايز اقول لك ايه يا عم انت بتغرب بكوسه يا عم حاجز اللي فات بقى ده خليل كنا مع بعض انا وهو في الفريق انا وهو انا وهو كنا بنعمل نفس الحاجه يعني هو بنفكر في نفس التفكير يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبة جميله هات انزار انزار تلات تلات ماتش جملي خمس دقايق هو خلي بالك المتعه دلوقتي ماتش ماتش نار ابيض دلوقتي ده بكوسه لسه ما طلعتش يا عم واحده يلا يا مصطفى يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب اربعة واحد اربعة اتنين أربعة اتنين أربعة اتنين أربعة اتنين يا زيكا أربعة اتنين يا عم هتكشف النتيجة العبوا الفيزا هيكم ما شالش اسبوع من على قلت يا ولا حلوة بص يا بص شوت ولا اي تير بيسخنوا من هنا لا لا خليك كده تاخد شويه انت تيجي لاقصى شويه هات واد الناحيه الثانيه يا كده مسكش شويه اديله انذار اديله انذار قسم يا عم اديله قسم يلا ماشي يا كابتن اهو حكينا خلي دي ما انت بتكسب بنلعب مع بعض بقى هنلعب بس ان شاء الله بقى وجيز لبعض بقى وجيز لبعض هتفر ليه تعدي يا ابن اللعيبه النبي الفيجن بتاعه جامد قوي بس لو كان لعبها له تاني يا لعيب يا لعيب يا لعيب حلوه حلوه عندهم بقى طبعا اللي عم يعمل حلوه حرام والله لو ده خد يلا خد يا تعالى اه دي 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 يلا اقول لك يا جدعان على هنا يا جدعان مفيش حد هنا بص على بص لوحه بص تغلط يا هو ما شاء ما بصاش ولا عمل اي حاجه هو
واحده ماشي فالزي خلاص قوم بقى يا شفيق ولا واحده بقى حلوه بالظبط يا ابويا صح بابا شفت كده واحد بس في التحكيم ده اللي بيحكم الوكاله ما تخافش انا بقول لحد انا لو رحت لما بقول له 3 اكس هو بيقول الناس بتلعب كوره ما هو عقليته انت ايه لا صح ايه ده يا عصام على وائل شويه يا عصام وائل مين لا يا والله اتعور وائل يا عصام لازم انت ضربتني المره دي عصام كتير والله انت المره دي يعني المره دي بص عاكس معايا الايه خالص ده التحام عادي التحام عادي ايه التحام دي عادي مش اصلا عليها الكوره عصام كان بيكلمني خد صور ايه خد صور عشان نركز في امه التحكيم ثانيه يلا يا معلم الراجل قال كده يبقى خلاص خد بس انزل خلاص ارجع سنه ليه لا ارجع ليه يعني كل يا محمود انت خدتش قوي كده على فكره والله ايدي وجعاني من الخبطه بتاعت دماغي ليه بقى لان هي جت هنا في العظميه دي انت بتيجي وقت خبطه وبتعمل ايدك عشان تجري انت عمال عايز تجيب الشمال وانا الشمال ميته لا ما كنتش هخبطك والله والله ما كنت هخبطك والله ما كنت هخبطك لو كنت معاك والله ما هخبطك بس انا في التنوعات الواقعه دي هيبقى هتعور فيها فلا انا بس برخم عليك انا ما انا عارف انا عمال اهوح مع نفسي الفكره ان انا بميت رجلي فلقيتك واخد رجلي عايز اعدلها عشان اجيبها عليك انا مستنيك تقرب شويه تقدر تحرمتك من ورا كده ماشي هنزل انا كنت عايز اجيبها على الحته دي عشان اديها في الجول وانت مصمم وانت عمال احاول مش عايزه في كوره قبل كده بنلعب ماتش كان فرقه جت لعبنا ودي نزل انا في النص الملعب استلم الكره من المدافع المدافع يعمل ايه بقى؟ المدافع في 11 المدافع فتح مكان الشمال وانا بقى نزلت عشان اخدها منه ولا لاعب الفرقه بقى انا اللي انا نازل له كده نازل فبعمل بعيني كده ونازل بيجري بيلعب الكره بيتمرقع بقى في النص راح الولد واخد الكره وطاير راح بقى راح خلاص هجيب جول انا رحت عامل ايه مش هجيب رحت عامل ايه رحت جاي كده جاي رحت عامل كره بتاع قلب كده رحت واخد الكره وكمل عادي عادي خالص ولا اكني عملت حاجه اتطردت في مش اللي هو بس تتحسن على الاول والله العظيم على الناس كتير يلا بقى
هما الاثنين بس على فكرة. هتنزل له كم كده بقى؟ بقى 8 دقايق لسه. تعادل 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 يا ساعه كام يا رجاله؟ تعادل تعادل رجع يا مصطفى. واحد يا كابتن في هنا ولاين هنا. طيب طيب ولا ثاني اخر كوره حلوه يا علي. زيكا ولا لعب الماتش ده؟ ولا ولا لعب ولا تنيل. ده زيكا ولا ضيعني. ده انا هتطلع كورتين ينهي بيهم الماتش. لا الثانيه اللي انا كنت هلعبها على الجول. انت انا زيكا زيكا لازم انكو على الجول. ايه هو راح لك؟ انا كنت كنت جات لي ما اتلعبت صح. يبقى اللي بدل اوريها لك في الفيديوهات وانا بحطها. اوريها الثاني بس على الكوره الكور. مش انا اجوال مش انا الحاج. لا التصوير ما انا التصوير هعمل ايه اكتر؟ ده كله مش مظبوطه بس الوقت مش عارف الوقت تجري ازاي كده. اه انا حسيت ان هو اللي وقف على نفسه. وانا رايح كفر الجبل. انا طلعت لحد بره هنا. انا رايح كفر الجبل. ما انا بقول لك يعني انت مش بتسال. ماشي ماشي. اللي ما دفعش فلوس يا شباب خشوا الكوره يا شباب. ما تيجي بجد اسيب العجله لمين يعني؟ انت اللي بتقول لي ماشي. اقول لك ايه طيب؟ سلام يا كابتن مجدي. اللقطه بتاعتي وعماله زي ما قلت انا هفتكرك. انا قبل ما بروح بنسى الدنيا كلها. مش بتنسى كل الناس؟ لا والله كل الناس والله. حتى اي حد بنساه. انا كتر خيري ان انا بفتكر نفسي. انا اساسا بيجي قدامي بجيبه، ما جاش قدامي بنسى. خلاص كل سنه وانت طيب. بس احتمال انزل الحجز يعني كله ورايح دماغي. لا بقول لك احتمال انزل الحجز كله ورايح دماغي يعني. عشان ما فيش وقت، في تصوير بكره برضه. تلعب جماعه يا اه. طب ما هو جنبك الناحيه الثانيه. انت لعيب رخم يا اخي. بس ضيع كتير قوي. بيعمل كتير بس بينفع. لا ضيع كتير قوي الماتش اللي كراسه يا مجدي. العب عشان الماتش ده يحطك في المنافسه. انت كده كسبانين 3 نقط زيهم. انت كسبان ماتش واحد. صدق ايوه كسبانين 2 انتوا. عشان كده قلت لكم لازم تكسبوا الماتش ده. ما سمعتوش كلامي. والازرق كسبان ماتش ولا كده؟ كسبان ماتش. والاحمر كسبان ماتش. يعني اللي هيكسب من دول هيبقى زي اثنينهم. يلا حلوه يلا حلوه. يلا 3 على 1. يلا قرف يا عم. وقعت مع محمود. محمود مش هيقول انا غلط ابدا. لا مفيش ضايع. ليه احسبهم كم ماتش؟ 6 ماتش. ماشي. طيب احسبهم. ده ماتش والتاني ماتشين يبقى 4. ايوه. مش بقول لك ماتش ضايع. لا مفيش ماتش ضايع. مين من دول كسب ماتش؟ ما هم في ناس خسرانه وناس كسبانه. هم 3 فرق بس انت بتحسبها على اكنهم 4. خليل يو رجع بهوا. يلا يلا حلو قوي. يلا يلا
قوم بقى على واحدة. قوم برش على ليه؟ قوم بقى خلص. ولد. على علي. طب غلبتوهم ليه بقى الأصفر؟ ما أنت هتتغلبوا. تعرف إن في فريقين ما بيقدرش يكملوا الماتشين. مش عارف. هي جت كده. انت ادورها برضه، ما انت اللي ساحب الورق. هو كل ساحب الورق ده. مجدي جايب 4 راح مع 3 معاهم الفريق. الاربعه مع بعض. ماشي حلوه يا عم، بسيبك من اللي هو بيقوله. يا عم الماتش هينتهي. الله ينور. خليك يا محمود، هتجيلك خليك. يا محمود هترجع ليه؟ حلوة. خد. هطلع يا يوسف يقول لك. وانت مش الجون؟ ماشي، انت عمل ما ترجع يكون البلد خربت. مش عارف انا. حلوة يا محمد. تمام مجد، انت وقفت ليه يا جماعة؟ يا عماد وقفت ليه؟ يا مجد ايه ده؟ انت جاي تسخن في اخر دقيقة يا مجد بيه؟